المتظاهرين السلميين شباب تشرين اللي قتلتهم الاحزاب لمجرد ان الشباب طالبوا بابسط الخدمات. الاحزاب الشيعيه والسنيه والكرديه والطغمه الفاسده اللي حكمت البلد من 2003 لحد 2019. اريد اسالهم شنو ذنب الشباب؟ الشباب لابد ان يسمعوني، احنا مطلوبين ومدينين الى عوائل الشهداء، الى الشهداء. لو نوقف منا لحد نهاية الدنيا ما نعوض قطرة دم من ابنائنا، ما نعوض لحظة واحدة استذكرت فيها امهات الشهداء اولادهم. واعتقد عوائل الشهداء والشباب اللي استشهدوا ما كانوا محتاجين. اخواني شباب من عوائل الله منعم عليها، وموظفين ومتعلمين ومهذبين، عوائل تعبت على ابنائها. تجي الشراذم الاحزاب الفاسده العميله لدول الخارج تجيب القناصين وتقتل الشباب. هذا مؤيد لابس دشناشه سودا كان يخطف بالمواكب الحسينيه، وهذا الشهيد محسن، وهذا حيدر القبطان ونضال، وكل شبابنا كلهم اولاد عوائل، كلهم ما محتاجين. لكن من شافوا العراق اصبح فريسه تنهشه احزاب الفساد العميله لامريكا لاسرائيل لدول الجوار. طبعا قال لهم عمي فرصة بما فيه الكفاية، مدارسنا مهدمة، شوارعنا مهدمة، كهرباء ما عندنا، سرقت موازنات الدولة، العراق مو فقير، أفقرت البلد، سرقت المليارات واليوم يرجعون علينا، يرجعوننا محمد الشياع السوداني الفاسد اللي سنة 2014 كان وزير المالية واللي الموازنة انسرقت. اخواني 2014 الموازنة انباقت في ظل محمد الشياع السوداني، وتردوننا بابل تنتفض اليوم احياء ذكرى شهداء تشرين، انتفاضة تشرين. اليوم اهالي بابل كلهم طالعين من اجل احياء ذكرى شهداء تشرين. احنا مستمرين رغم قلة العدد وخذلان الباطل، ولكن احنا باقين بالشارع ومستمرين لغاية احقاق الحق. احنا من طلعنا نريد وطن. حقيقة حسينا هذا البلد مباق من عندنا، فاحنا طلعنا على مود نريد الوطن، ولازم نرد الوطن للوطن، لان حقيقه وطننا مباق، وطننا انسرق، فاحنا لازم نرد الوطن للوطن. تعالوا لابناء خير. نطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين، نطالب بمحاسبة سراق المال العام، نطالب بإحقاق الحق. لازم هذا البلد يرجع لمكانه الطبيعي، ولا ما ممكن رابع مصدر للنفط بالعالم شعبه يعيش بالمزابل، فإحنا لازم نرد الوطن للوطن. هذا اليوم التاريخي، هذا النكية والشيع السوداني، ما يقدر ينساه الشعب العراقي الثوري اللي خرج على القمه السياسيه الفاسده اللي هو تاريخ 25 تشرين 25 اللي خرجت الجماهير العراقيه ضد الاحزاب الفاسده برمتها. واحنا ثابتين والثبات للصادقين، وسوف نبقى نحن احرار بابل واحرار جميع المحافظات ضد هذه القمه الفاسده حتى التخلص من هذه الوجوه الفاسده والتخلص من الفساد والتخلص من الاحزاب والتخلص من المحاصصه المقيته. واليوم احنا نرفض رفض القاطع الحكومه المشكله بقياده السوداني، لانها حكومه جدليه وحكومه توافقيه. طبعا حياكم الله وشكرا جزيلا لكم لتغطيه هذه الاحتجاجات. اليوم مثل ما تشوفون هذه الصور اللي امامكم هي عوائل الشهداء متواجده دايحيون ذكرى انطلاق الثوره تشرين 25/10/2019. لحد الان احنا مستمرين ونجدد العهد ان احنا باقين ونبقى
حقا طالب بدم الشهداء ودم الشباب اللي طاحت اللي ما لها ذنب. وبنفس الوقت ايضا من خلال كاميرتكم ايضا نوجه رساله بان احنا باقين رافضين لهذه المنظومه السياسيه الفاسده بامتياز. ومثل ما تعرفون انه بالفتره الاخيره دا يشكلون الحكومه وللاسف كلها محاصصه على حساب دمنا ودم ولدنا ودم العراقيين والناس الابرياء اللي ما لها ذنب. فاحنا مستمرين ومنا من ساحه بابل من تحت مجسر الثوره باقين وما راح نتراجع الى ان تتحقق جميع مطالبنا. راح نبقى مستمرين بالاحتجاج وما راح نتراجع ونبقى نطالب بحقنا اليوم وباكر وبعد سنه وبعد ألف سنه. وقلناها بال 2019 وهسه نرجع نكررها انه احنا باقين محتجين ونبقى نطالب بحقنا وما راح نتراجع الى ان ناخذ جميع حقوقنا. لان اليوم احنا كافراد كمواطنين عراقيين اعتقد انه من نطلع او نحتاج ما طالعين انه احنا مترفهين او طالعين ناخذ فسحه ونتجول، لا، طالعين من الالم والغضب اللي بداخلنا من قد ما انه نشوف انه شبابنا دا تنقتل بدون ذنب. للاسف حكومه محاصصاتيه بامتياز، للاسف دا يسرقون اموال الشعب ومقدراته وكانما ما مسوين فتشي، كانما نزهه. وتحياتي لكم. نحن عوائل شهداء تشرين جئنا اليوم نحيي ذكرى ثالث استشهاد اولادنا الابطال في الساحه، والذي ذهبت دماءهم من أجل هذا البلاد ومن أجل هذا الوطن. وجئنا اليوم لنصرة الثوار في بابل ووقفتنا معهم مستنكرين هذه الأحزاب الفاسدة، خصوصا اللي جاء بهم الإطار محمد الشياع السوداني. نحن رافضين عوائل شهداء وثورة تشرين، نطالب بحقوقنا ودماء أولادنا ونطالب ببلاد يعني زهي، ونريد يعني وطن تعيش بها الشباب، الناس اللي هاي الفقرة اللي قاعدة لعدوى شاب عليها من طالع. أنا ابني بالنسبة لي ابني استشهد بجيبه 1000 دينار، يعني على شنو طلع؟ لا عدة يقدر يتزوج، لا عدة يقدر يفتح له محل، لا عدة مثلا مثل الناس لا يقدر يطلع، لا يقدر يسافر، على شنو طلع وانطى دمه من وراء احزاب فاشله. وبركاته وحياكم الله. احنا الكل واحد اليوم واقف بالساحه هو انسان حر وبطل وشجاع. كل فرد اليوم صغير كبير واقف متصدي لمن؟ للملثمين، للجبناء، للاحزاب، للسلاح المنفلت اللي ما يحترم القوات الامنيه، للي ما يحترمون القضاء وما يريدون اي قوه. كل واحد بيكم الآن قادر أن يوقف هنا ويتكلم بكلام يخزي الأحزاب، لأن الأحزاب توافه وعلينا أن نحسب حسابات لبعيد. لابد أن ننظر لبعيد أخواني. اليوم إحنا نطلب دم شهدائنا وعوائلهم. أنت بعد شوية ترجع للبيت. اليوم الذكرى أم الشهيد إيش تتوقع؟ شلون تتذكر ابنها؟ إيش وقت أخواني؟ لابد أن واحد يتحمل الثاني. لابد أن نستذكر دماء الشهداء. اليوم ثائر الطيب أمة بشباب المحكمة مسجد دموع الحزن والفرح. أخواني أنا أريد ألتحق بالشهداء. خاف واحد عنده كلام صاعد نازل. أنا قاسم الحمادي ابن بابل أنزل هنا وأدافع عن أصغر متظاهر وأموت دونه. اليوم انتفاضتنا وحسب المشاع أنهم يريدون أن يصوتون لهذا الجدلي اللعين الخنزيري المالكي السفيه. سمعتم هيثم الجبوري لو ما سمعتم؟ هيثم الجبوري عبد الحلة السفيه الذي سرق 600 مليار، يعني فوق النص تريليون من هاي 3.7 تريليون. وانتم خليتونا شيء نتكئ عليه يا زمرة الخونة. يعلم الله واحرقهم حرق بالتيزر. زمرة خاينة اعتدت على القرآن واعتدت على الشعب واعتدت على الشهداء، واليوم يكون بجدلي. وكأنك يا أبا زيد ما غزيت على الإطلاق. قتل المارقين على الخط الإنساني والخط الديني، سيما أبو كاظم الحلم اللعين السفيه التابع إلى مرقب.
منظمة بدر الإرهابية زمرة خائنة ينتمون من السعودية وإيران العليمة حمية المنهج الجمالة. العراق يستغيث اليوم، جاءوا ببدعة السوداني. نعم بغل الأحزاب السفيه، هذا هجين المالكي الرعيف. نعم صاحب أبي مازن ومشعير الجبور زمرة ساقطة سفيهة، حكومة باغية حكومة سافلة. ذاك الأسبوع سرقت 3 تريليون، 3.7 تريليون سرقت حكومة الكاظمي السفيه. والله أنا ما أقول غير بس كلام واحد للمالكي، أنت المالكي يمون جبت عباس بدلت بحسين، ما سوى شيء. راح الكاظمي طلع بايك 70 مليار هو وميثم الجبوري، مو عيب عليكم بوي، مو كافي سود سوتوا بالبلد، أنتم دمرتوا البلد تدمير كامل. أنت المالكي تستحي طلعهم للبلد يعيفون البلد، يشوف كلكم عملاء الأمير الإيراني اي كافعات هي سلسلية يسمو دمرتوا البلد كله، متقاعد ما مطي هذا ما مطي، قاعد يقدون بالفلك يدورون قواطي. انت شنو سويتوا؟ بلطوا لكم شارع، سويتوا زراعة، سويتوا صناعة، تجارة، سويتوا شو بقول البلد؟ اولادكم قاعد يتوسون بالخارج، احمد بريطانيا، ابن حنان فتلاوي وفرنسا يتونس علاوي، يودوا صيحين انقسمنا الكعكة بالنص، مو عيب عليك تستحي. والله عظيم هذه مهل الحلة في ظن براجتي، والله عد لو عد الشرف وعد صغيرة ذرة ها بينك ظن براجتي الحلة تقولين يقسمون الكحكاية بالنص، لك استحي على نفسك عيب. وليش والله عظيم عارتي، والله لما عارتي بسوين هيجي زين، ولما عار بيطلقش رجلش هذا البابو غرق. استحي على نفسكم، كابي جايبين السوداني نفس العميل بواق وحرامي زين، وتقولون المجرب لا يجرب الله ورسوله. وانا اعتب عليه من اعتب على مقتدى الصدر اللي عاف البلد هيجي الذولة سوى مخصصة من جديد. شلون ما تستحون ما تخجلون؟ كلهم سرسرية وعملاء وشعب جوعه وما خلوا لهم سكة ابد. الحقيقة من بالرغم من قلة الاعداد أعداد المتظاهرين الحاضرة في هذا اليوم، إلا أنها تبشر بخير بالنسبة لحماس الشباب وقوتهم وإرادتهم على التغيير. لا يطلبون مطالب خاصة بالنسبة لهم، وإنما يطالبون بمطالب كبيرة جدا، أكبر من حجمهم وأكبر من هذا التجمع الموجود. يطالبون بالتغيير السياسي بالكامل، مو فقط لمصالح شخصية أو أغراض شخصية. أنا والدة الشهيد نبار ناظم الخفاجي، جينا اليوم نحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد أولادنا. بالضبط هو تاريخ استشهادهم باكر 26/10/2019، لحد الآن هاي السنة الثالثة. نحن الطالب بالثأر والقصاص لقتلة دماء الشهداء، لحد هسه لم يكشفوا أي يعني أي قاتل. هي هاي الحكومة الإطارية أصلا هم عبارة عن قتلة مجرمين، حكومة الإطار كلها مرفوضة جملة وتفصيلا كلهم بأكملهم، لأنهم عبارة عن قتلة. حكم العراق من 2003 لحد هسه لم يقدموا شيء للشعب العراقي من البداية لحد هسه، طائفية وتفجيرات وقتل وآخرها هاي هسه انتفاضة تشرين، ومستمرة هاي الثورة للمطالبة بالقصاص بدماء القتلة وإزاحة هذه الطغمة الحاكمة بأجمعها جملة وتفصيلة كلها. شلع قلع ما محصلين من عندهم غير بس الراتب التقاعدي، كل شيء ما محصلين، والراتب التقاعدي لن ما حس ما يعتبر منية من عندهم، ما يعتبر منية من عندهم. هي دولة تتكفل، المفروض هي تطلع وتحاكم وتتابع. قتلت أكثر من 1000 شهيد صار من غير المغيبين والمخطوفين، من غير آلاف الجرحى، لم يكشفوا ولا واحد بيهم. وهسه هاي صارت السرقات والسمسرة على الدولة العراقية، لأن هم أصلاً هم ولاءهم لغير العراق، ما يهمهم العراق بشيء، العراق مو يهمهم،
مو بمصلحتهم. العراق يعتبروه يعني خزنة لهم حتى ينهبوها ويسلبوها حتى يسقطوه، وإن شاء الله ما يسقط العراق، يمرض ويشفى العراق، ما يسقط حل هاي الشباب الحلوة الطيبة. أحرار الحلة في الميدان، يا له من بشرى، يا له من فرح، يا له من عيد. سنة 3 سنوات مرت يا ناس ونحن في الميدان، واليوم جاءوا ببغلة الأحزاب السوداني الكثيف اللعين وزير مالية 2014، كما جاءوا بالكاظمي السفيه هذا الذي لا يصلح أن نرسله إلى السوق لاقتناء بعض الحاجيات المنزلية. واليوم احنا نعيش الذكرى الثالثة، نستذكر شهدانا، نستذكر أخوات اللي كانوا معنا، وعلى رأسهم الشهيد حيدر القبطان قائد بابل الأوحد. تمام؟ أيها الأحبة، ونحن بعد مضي 3 سنين من عمر الاحتجاجات السلمية، وأن الحكومة الباغية، نعم الحكومة القاتلة، ما كشفت لثام قتلة المتظاهرين على الإطلاق، وكذلك القضاء والقوات الأمنية وهم مسؤولون غدا أمام الله، نعم ما ألقوا القبض على 3% من قتلة المتظاهرين. لنبدأ بهذا الهتاف العالي، لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. يعني سهنا هاي البلدان كلها صارت حرب، روسيا وأوكرانيا قالوا العراق، قالوا إيران وأمريكا جابوا أدري العراق ملعب سيد، ترى ما يصير الشعب كتلة جوع والله. هاي البصرة، البصرة أم النفط، أم الخيرات، أم الفلوس، الملايين. هاي يعني الحكومة من 2003 لسه شنتوا تسوون؟ صدام وطغيان، صدام وما بقى. انتم مش منتظرين يا شعب طلعوا، يعني اليوم بشرفك 100-150 نفر احيي ذكرى تشرين، ماكو هيك. المفروض اليوم الحله محروقه، احرق تاير، احرق كل شيء، احرق. انت اليوم من تنتقدني وهذا طالع متظاهر وهذا يبوق؟ طبعا قمنا نبوق عمي والله كريم 20,000 ما بجيبي. شرفك سيد. اذا اكو سبب اللي دمر العراق هو إيران وأمريكا وحكومتك إيرانية، كلهم إيرانيين، كلهم عملاء، كلهم كلاب ولدك علي العباس. إذا تقطع كلمة واحدة الله شاهد، الله شاهد، الله شاهد. شكو واحد دخل بالسياسة إن كان إمامة أو سيد أو قاض أو شيء، ها اذكر لي هاي النقطة. بس هي مو كلهم للبعض، شكو شيخ لوقي ابن لوقي اللي دخل قبة البرلمان، قلت لك للبعض مو كلهم. انت حاط لك عقال وتقول لي انا شيخ خفاجة وشيخ البعيسة وشيخ الشمر، بجيك سارة تبقى العراق من خرب ابو السيارات وخرب ابو الفلوس وطيحان حظ حشاك، مو انت شيخ ونمشي وراك. زين انت اذا اعطوك جيك سارة وبعت العراق كان ايش اقول؟ يعني تعطينا 10,000 اروح ابيع ضميري ومذهبي وصلاتي وصوم. زين اسالك سؤال، انا يعني اساني خلينا نقول انا مقدم برامج، كل اللي يصلون سوا هسه هذا العراق 40 مليون، خلينا نقول فرضا 10 متعين و10 تابع للاحزاب، هاي صاروا 20. زين دول ال20 انتم نايمين المن؟ المن نايمين؟ اذا طلعوا تشوفهم مو دمرنا والله، دمرنا 24 سنه
اقرا واكتب وتروح تتعين يقول لك ها بعدك صغير انتظر خسر 32 تروح تاخذ معاملتك تقول لها مو انت كبير عم والله حرنا وياهم والامام علي حرنا وشغله ثانيه الشرطه تركض وراك الدوله تركض وراك واحنا بيناتنا اضرب هذا اضرب هذا بيناتنا احنا قمنا نتكاتل عمي والله العظيم يعني انت يا الشرطي ابو شغب ابو الطوارئ ابو هواي انت من دا تضربني جنان شو مسوي لك انت جاي تحمي السلطه سيد مقتنع عمار الحكيم مع احتراماتي لهم عمار الحكيم او كان المالكي ولا كان الكاظمي انت يعني بس فهمني شنو اللي تريده شنو اللي من 2003 ل 4 ل 5 ل 6 وهسه 2022 كهرباء ومي ماكو هذا النعيب نسولف بيه للدواجن عمي هاي الدجاج والحيوانات حشمنا بقول بوجهك هم وفري لهم مي وكهرباء واحنا بشر راح يجينا الشتاء نقول عم زين ما نريد الكهرباء بس الصيف سيد بالصيف اول بارحه انا هسه خوبا شتاء علينا والله العظيم بالبصره عرقت وحق لا اله دبق دبق عمي شوفونا حال خاطر محمد هسه تجيك تقول لك اريد كهرباء يقول لك مو يمي تريد تعيين مو يمي تريد موازنه مو يمي تريد فلوس مو يمي يمن يمن المن السولف طبعا اليوم ذكرى ثوره تشرين العظيمه احنا جينا هنا حتى نعيد هاي الذكرى لهم للشهداء اللي راحت بهاي الثوره من وراء الاحزاب ولحد الان هم حتى حقوق ما استلموا اهاليهم القتلى ودم بارد ولحد الان الحكومه ما كشفت من قتلت المتظاهرين نطالب من هاي الحكومه الجديده تكشف لنا قتلت المتظاهرين شوف حال الشعب وخصوصا محافظه بابل المنكوبه زين ونتامل خير ولو ما نتامل خير من هاي الحكومه لان نفس الطاسه ونفس الحمام نفسهم هم رجعوا المكان والله احنا مستمرين على مظاهراتنا السلميه احنا ما حنبطل يعني نظل نطلع مظاهرات لحد ما شلون الله يفرجها نخلص من هاي الاحزاب نخلص من هاي الحكومه نخلص من دول المرتزقه اللي جونا ما ادري مين كانوا وجونا استحوذوا علينا ان شاء الله خير تمر علينا اليوم الذكرى الثالثه لانتفاضه ثوره تشرين تشرين الفخر تشرين العز ثوره تشرين اللي عرت الاحزاب اللي فضحت الاحزاب اللي فضحت المرتزقه احنا اليوم هنا جاي نجدد العهد للشهداء وجرحانا وباقين على امل المغيبين احنا اليوم هنا نرفض حكومه الاطار التنسيقي حكومه الاحزاب مثل ما رفضنا حكومه عادل عبد المهدي حكومه القنص والميليشيات هاي الحكومه نفس الحكومه السابقه مجرد تغيير اسماء احنا باقين اليوم هنا صرنا 3 سنوات نرفضهم ونبقى نرفض احنا هاي صح قله قليله رغم الشعب هذا الشعب اللي قاعد يتفرج علينا اليوم هذا احنا اليوم طالعين على مودي طالع على مودي الخريج طالع على مودي ابو التعيينات طالع على مودي الخدمات طالع على خدمه الشعب انا ما طالع على مصلحه شخصيه طالع على مود هاي الاحزاب كلها ارفضها وابقى اجدد رفض الها وان شاء الله الرحمه والخلود للشهداء يعني مين اطلب مطالب من احزاب هذني المطالب خلينا نقول مؤقته لخريجين ذني لهم اما المطلب الرئيسي اللي هو مطلب ثوره تشرين هي اسقاط هاي المنظومه الفاسده هاي المنظومه لازم تسقط مو اليوم اي منظومه بيها دم ما طول دماء سقطت لازم تنتصر اي ثوره ما طول دماء الشهداء تنتصر احنا اليوم عندنا محكمه مال كفاح كفاح القريطي اللي اختار ثار الطيب اليوم وباكر ونبقى وراهم الاخر يوم كفاح ولا غير كفاح سواء تيار اطار اي حزب شارك بقتل شهداء تشرين احنا راح نبقى وراه الاخر يوم ايش قد يريد يقتل من عندنا ما نخلص اقتلني اقتل اي واحد يعجبك ايش قد ما تقتل راح نبقى وراكم لو احنا ننتصر لو انتوا لان ما يصير اثنين نرهم